تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031، أطلق سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مشروع البعثة الذكية، المشروع الابتكاري الأول من نوعه عالمياً. وقد تم إطلاق المشروع ترجمة لرؤية قيادة الدولة الرشيدة لمستقبل الدولة وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071. وكذلك تماشياً مع مبادئ 50 واستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025. أما عن أهداف المشروع، فتمكن البعثة الذكية المتعاملين عبر خاصية التعرف على الوجه من الاستفادة من خدمات قنصلية استباقية ومتنوعة، كما تتيح التفاعل المباشر مع المتعاملين وتقديم الخدمات اللازمة دون الحاجة إلى تدخل بشري بالاعتماد على التقنية ثلاثية الأبعاد والهولوغرام، مع خيار توفير موظف افتراضي والتفاعل معه بشكل مباشر إذا لزم الأمر. ويتضمن المشروع حزمة من الخدمات تشمل إصدار وثائق العودة، تصديق المستندات الفردية والتجارية، الحالات الطارئة، بالإضافة إلى إصدار شهادات لمن يهمه الأمر. ويتماشى مشروع البعثة الذكية مع عامل استدامة في دولة الإمارات ودعما للاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال. وقد تم مراعاة التوافق مع معايير الاستدامة عند تنفيذ المشروع وتصميم نموذج البعثة بعناصر مطبوعة بخاصية الصور ثلاثية الأبعاد 3D، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في بناء هياكل وتصاميم داخلية أكثر استدامة.